كل المؤسسات الموجودة في الدولة المصرية الفترة دي بتنفذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، إن كانت مؤسسات حكومية أو خاصة أو أندية رياضية. فإحنا موجودين معاكم في أحد نوادي محافظة الإسكندرية، هنتابع ونشوف إيه هي الإجراءات اللي واخدها النادي للحد من فيروس كورونا الفترة دي. تابعونا. الحقيقة الفترة اللي جاية دي فترة حرجة، ولازم كلنا نتعاون مع الدولة عشان نمنع انتشار الفيروس اللي هو أصاب كل العالم. بإذن الله بإذن الله احنا أول ما يجي لنا تعليمات من الدولة ان احنا نفتح، واخدين إجراءات احترازية كثيرة وعديدة بالنسبة للمنشآت وبالنسبة للأفراد. بالنسبة للمنشآت احنا قمنا بتطهير كل المنشآت في النادي، وقمنا بإعادة صيانتها بالمرة كمان، بحيث ان احنا ان شاء الله لما نفتح هنفتح بصفة تدريجية بطيئة جدا. يعني عايز برضو اوضح ان احنا مش هنستعجل في الفتح، هنفتح واحدة واحدة وهنحاول ناخد خطوات وهنعيد تقييم الخطوات دي بصفة يومية. بالنسبة للأفراد عندنا نوعين من الأفراد، اولا العمال والعاملين في النادي، والأعضاء اللي هم ضيوف النادي. بالنسبة للأعضاء احنا ان شاء الله بإذن الله ناويين نعمل نقاط اختبار للأعضاء من حيث الحرارة ومن حيث التعقيم ومن حيث التعليمات كمان. يعني احنا هندي لكل عضو وهو داخل، وحننشر على مواقع التواصل ايه اللي الأعضاء المفروض يعملوه هم داخلين النادي، وازاي يتصرفوا جوه النادي، وازاي يحاولوا يحافظوا على نفسهم وعلى غيرهم، ويسيبوا المسافات المطلوبة، وما فيش سلام بالأيدي أو أحضان أو ترحاب بطريقة قريبة. والحاجة التانية بالنسبة للأعضاء إن إحنا دخول السيارات ودخول الأعضاء نفسهم هنشوف إيه الحاجات المفروض إنها تتعمل لكل عربية وكل سيارة داخلة، بحيث إن إحنا نحدد عدد الزحام داخل السيارة. شركتنا بتعمل في مجال المقاولات، وقررنا مع بداية أزمة كورونا بتوفيق من ربنا إن إحنا نعمل عمل تطوعي خاص بخدمة البلد في عمليات التطهير. وفعلا الحمد لله اشتغلنا من اول بدايه الازمه، مطهرنا شوارع اسكندريه، وطهرنا كم كبير جدا من المستشفيات، وطهرنا قطاعات كتيره حكوميه، والحمد لله شغالين النهارده على نادي سبورتنج. ونادي سبورتنج اصلا احنا ممبر فيه واعضاء فيه، وده نادينا يعتبر بيتنا الثاني، فحبينا ان احنا يعني نقوم بدور فيه زي ما قمنا بره. لما عرفنا الحمد لله ان في بادره ان شاء الله ان النوادي تفتح والعمل الرياضي او الانشطه الرياضيه ترجع تاني، ودايما يعني ربنا يخلص نوايانا، بنحاول نعمل اي حاجه حضرتك ان احنا نفيد بيها المجتمع في ظل الظروف اللي احنا فيها. احنا حمله ايد واحده من اجلكم بدانا نعمل في النادي، ان احنا عايزين نعمل مبادره ان احنا نعقم النادي وننشرها في اسكندريه في كل النوادي، في اي مكان هيفتح نعقمه قبل اي حاجه، ونوزع على الناس العمال النظافه اللي مش هيبقوا قادرين ان هم يجيبوا كحول وماسكات، بدانا نوزع عليهم ماسكات، وهنعمل كده في النوادي التانية ان شاء الله. احنا فكرنا ايه اللي ما اتعملش اللي احنا نعمله، لما لقينا ان في قرار من السيد وزير الشباب والرياضه ان هيتم فتح الانديه يوم 15، فقلنا ان احنا نكون اول من يساهم ويبادر اللي هو يعمل حاجه للنادي ويعمل حاجه لاعضاء النادي بتاعتنا واصحابنا واخواتنا كلنا. وطبعا هيبقى في خطه احترازيه من ضمنها التعقيم اللي تم، وده هيبقى حاجه بشكل استمراري في النادي، حاجه هتبقى مستمره. هيتم عمل تعقيم للسيارات وهي داخله، هيتم عمل تعقيم يومي او شبه يومي للنادي، للصالات، للمباني، للحدائق، للملاعب، لكل ده هيتعمل تعقيم ليه بشكل يومي. فكل الإجراءات الاحترازية اللي الدولة المصرية واخداها الفترة دي للحد من فيروس كورونا عشان تحافظ على الشعب المصري. من الإسكندرية رامي جمال، تين تي في.